بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنستكمل النهاردة بقية شرح أو باقي شرح برنامج كورس لاب. خدنا في المحاضرة السابقة واتكلمنا عن كيفية عمل المقرر وكيفية تقسيم الفصول، يعني ده مجلد جديد بنبتدي نغير الاسم، هنخلي الفصل الاول ده المجلد الاول، والمجلد الثاني احنا الكلام ده عملناه قبل كده، ده الفصل الثاني. هنفترض ان المحاضره على هذا النسق وان الفصل الاول في محاضرتين، الفصل الثاني في محاضره واحده. طبعا عرفنا ازاي بنضيف محاضرات او ازاي نضيف فصول على الكلام ده. النهارده هنبتدي بقى نشوف المحاضره نفسها ازاي نحط المحتوى. يبقى ادي اول محاضره اهي، هنلاحظ ان كل محاضره واخده لون، مجرد بالضغط دبل كليك على اسم المحاضره في اليسار هنا زي الماوس ما هو موجود بتظهر لي المحاضره بتاعتي وعدد الشرايح اللي موجود فيها 3. وعرفنا ازاي بنضيف شرايح، لو وقفنا عند اي شريحه وضفنا شريحه جديده بتضاف شريحه جديده واقدر احذف او اغير الاسم بهذا الشكل. المحاضره الثانيه لو ضغطت عليها واخده لون ثاني، المحاضره الثالثه واخده لون ثالث وهكذا. يبقى اقدر اميز المحاضره المحاضرات بتاعتي مجرد حتى اللون. عايز اوحد اللون، دي حاجه ترجع لكل واحد والمقرر اللي هو عايز يقسمه ازاي او ينسقه بطريقه معينه. طيب هنيجي على المحاضره الاولى، بنقف على الشريحه الاولى بالشكل ده. ايه بقى المتاح عندي؟ المتاح عندي بسم الله الرحمن الرحيم، المتاح عندي ان اضيف محتوى يعني هضيف نص في المحاضره، هضيف رابط، هضيف صوره الى اخر هذه الامور. فهناخد حاجه ازاي بنضيفها. اولا هنا بالنسبه لاضافه اللي هو ادراج، اذا كان النسخه الانجليزيه اللي مع حضراتكم تبقى انسيرت او ادراج في مربع نص بالشكل ده اهو. مجرد ان ضغطت عليه فمربع النص اتحط في المكان ده، واقدر بالماوس اجي عند الكورنر وابتدي اشد الرابط بتاعي المربع بالشكل ده عشان ياخد الحيز اللي انا عايزه. طيب النص هضيفه ازاي؟ وانا واقف في اي حته في المربع في اي مكان، لما بيطلع عندي الرمز الزائد ده اضغط دبل كليك عليه فبيديني الايديتور او المحرر اللي اقدر بيه انسق او اكتب. طيب هو في حاجه ملحوظه عايز اقولها بس هنأجلها شويه لغايه لما يكتب النص ونشوف ايه اللي هيحصل. فانا بضغط هنا اهو، بمسح النص اللي موجود، بحدد ان انا هكتب على اليمين بالشكل ده اهو. انا ضغطت على المحاذاه اليمين، هختار الفونت اللي انا عايزه وليكن 20، هنختار فونت كبير شويه. الخط هنسيبه زي ما هو، ممكن نغير اللون لو احنا عايزين اللون بتاعنا دي لون ازرق مثلا، وهنكتب اهو محاضرات التعليم الالكتروني. يعني هكتفي بنص صغير زي كده، بدبل كليك على الـ العباره او النص اللي انا حطيته، واقدر اغير حجم الخط اللي انا عايزه، واقدر اغير كمان اللون زي ما انا عايز اهو. هختار اللون ده مثلا وبقول موافق بالشكل ده، فالنص عندي اهو موجود. طبعا بقيه الصندوق او المربع الحواري ده كبير، فانا بقدر اصغر بالشكل ده. التنسيق اقدر احطه في اي مكان، مجرد ان افضل ضاغط بالزر الايسر واحط الكلام ده في اي حته انا عايزها. طب عايز اعدل عليه، مجرد دبل كليك ضغطه مرتين على الزر الايسر بيطلع لي بالشكل ده النص الحواري تاني مره تانيه. دبل كليك على العباره، انا عايز اخليها مثلا في المنتصف، عايز اخليه بولد كلام تقيل، عايز اغير اللون ده مش عاجبني، فاقدر اعمل اللي انا عايزه بالطريقه اللي انا عايز اهو. هختار لون اخر وهقول والفونت عايز اكبره شويه، هنخليه 48 هيبقى كبير، نخليه 36 اهو بالشكل ده. يبقى اذا حاطين ادي النص اهو، فاقدر اكتب النص بتاعي. طيب في سؤال ممكن يجي هنا، المحاضرات دي احنا مجهزينها اوريدي، اللي كاتبها بالوورد او اللي كاتبها بالباوربوينت، طب معنى كده ان هيقعد يعيد كتابه المقرر كله مره ثانيه؟ الحقيقه لا.
والحقيقه كمان هي دي ملاحظه انا كنت مأجلها، انه هيبقى افضل انه لو كان كاتب المحاضرات بتاعته في الوورد او الباوربوينت. ليه؟ طيب هنشوف مع بعض ليه. لو انا ضغطت بالشكل ده مره ثانيه وبصينا للاديتور اللي موجود قدامي او المحرر اللي موجود قدامي، هنلاقي ان هو محدود للغايه. هنلاقي هنا في اللي هو الزراير، الازرار اللي احنا هنا هنشوفها مع بعض، هناخدها من اليمين. الاول مجموعه اللي انا بشاور عليها دي لغايه هنا اهي، المجموعه دي من اول هنا لغايه هنا دي خاصه بالجداول، من اول انسرت لو انا عايز احط جدول، احط خانه في الجدول ده، الى اخر هذه الامور، او احط صف او احذف الى اخر. طب نجرب. لو ضغطت انسرت فبيديني عدد الصفوف اللي انا عايزها وعدد الاعمده اللي انا عايزها والعرض والطول اللي ممكن احددهم، وممكن احدد كمان اللون لو انا عايز لون معين مثلا على سبيل المثال اهو بالشكل ده ايا كان يعني. خلاص. طيب لو دوست اوكي فين الجدول اهو. طب هنا هيبقى شكله عامل ازاي؟ اقول موافق. فين الجدول؟ الجدول مش موجود قدامنا. ليه؟ لان هو داخل جوه مربع النص الحواري، يبقى لازم اشد ده من المنظر ده كده عشان الجدول يبان. بالطريقه. طب الجدول ما اقدرش اتحرك فيه لوحده؟ الحقيقه لا. طب هنا اقدر اتحكم فيه الجدول ده؟ اروح يمين هنا اقدر اشده؟ يبقى من خلال النص الحواري اهو اقدر اتحرك في الجدول بالشكل ده، اشده في المكان اللي انا عايزه او انسقه. انا حاططه هنا في التنسيق في المنتصف، اقدر اكبر شويه من الزاويه زي ما بنتحرك مع اي جدول اهو. طيب عايز اضيف، عايز احط هنا في الجزء ده، عايز اضيف عمود، اضيف صف هنا مثلا، اضافه كولم اهو. فين؟ انا اقف في الخانه الاول وهضيف هنا اهو، اضاف لي خانه. طب عايز اضيف صف، اقف هنا وبالشكل ده، يبقى اقدر احذف او اشيل او اضافه او حذف زي ما انا عايز. ادوس موافق، الجدول بتاعي اتعدل بهذا الشكل، اقدر اكبر او اصغر زي ما انا عايز. طيب احنا كده ملاحظين حاجه، ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان الكلام والجدول بقى حاجه واحده، وكل ما اجي اعدل الجدول لازم اضغط واروح المربع الحواري، وهتلاحظوا ان التعديل والتنسيق في الجدول او التيبل اللي موجود قدامي ده محدود للغايه، يعني مش زي ما بعمل جدول في الوورد او في الباوربوينت او في الاكسل. الحكايه التعامل معاه زي ما انتم شايفين بيبقى مرهق للغايه. طيب عايز احذف الجدول ده، اقف هنا اهو ورايت كليك واقول له ايه؟ قص. طب انا عايز ارجع تاني في كلامي، لان كان في اختيار خصائص الجدول، اهي اللي هو بيديني اللون الجدول، الحواف بتاعته، الطول، العرض الى اخر هذه الامور. عايز احذفه، لو انا علمت عليه مجرد اضغط ديليت على الكيبورد بيتحذف، او اشيل قص يبقى انا كده حذفته. ادوس موافق، هلاقي مش موجود عندي، اقدر اصغر المربع الحواري تاني بالشكل ده. طيب فلنفرض ان انا عايز احط الجدول بس مش عايز اربطه بالكلام. بسيط، يبقى اروح ادراج واقول مربع نص اهو اتحط لي في المكان ده، اروح اضغط عليه بنفس الطريقه واوصل الكلام بتاعي وهضيف جدول اهو بيحدد لي عدد الخانات الى اخر زي ما احنا شفنا قبل كده. الجدول اهو، اقدر اتعامل مع الجدول. بحرك الماوس بتاعي لغايه لما بلاقي العلامه اللي هي بتاعت الزائد دي اهي بالشكل ده، اضغط فبيحدد لي الجدول، اقدر اتعامل معاه زي ما انا عايز. اقدر اغير اللون، بالضغط عليه او هنا خصائص الخلايا اقدر اختار اللون اللي انا عايزه، اقدر اختار اللون اللي انا عايزه، نختار اي لون اخر اهو، واضغط اوكي وموافق. لانها خليه واحده، لانها كنت ضاغط على الخليه الواحده مش الجدول كله، الجدول كله بالشكل ده، ورايت كليك، خصائص هنا الجدول مش الخليه بقى، واروح للون واختار اللون اللي انا عايزه بالشكل ده، وادوس موافق، اضغط موافق اهو. طب الجدول مش باين ليه؟ تاني اللي احنا قلنا ان لازم اوسع المربع الحواري اللي انا حطيت محتوى فيه اهو، يبقى لازم المربع الحواري ده اللي متنقط بالكور دي البيضة لازم يكون واسع، اشد اوسعه من اليمين والشمال عشان ياخد المحتوى اللي انا حاطه. يبقى اذا لو انا عملت حاجة ولقيت محتوى مش موجود عندي، يبقى لابد ايه؟ ان اغير بالشكل ده. يبقى احنا عرفنا ازاي اضيف نص وازاي انسقه. طب افرض ان انا ده مش عايزه هنا وعايز انقله لخانة للسلايد اللي بعدها، ينفع؟ طب ما نجرب كده مع بعض.
اهو بالشكل ده. لو انا رايت كليك وقلت له انا عايز انسخه نسخ، اروح السلايد اللي بعدها واقف في اي مكان واقول له لصق، اتحط، يبقى اقدر اخد اي محتوى. طب والكلام نفس النص الكلام، طب نجرب، اروح يمين اضغط احدد الصندوق اللي فيه الكلام ورايت كليك واقول له نسخ، واروح اقف في المكان اللي انا عايزه واقول له لصق، واقدر انسقه واحطه في المكان اللي انا عايزه بالشكل ده. اقدر اغير فيه، اقدر اغير فيه زي ما انا عايز بنفس الطريقه، لانه اصبح نص حواري خاص بيه هو اهو بالشكل ده. يعني لو ضغطت مرتين هيفتح لي، واقدر اعمل كده واقدر اغير اللون عشان تتاكدوا ان انا اهو بتعامل بحريه. ادوس موافق اهو، يبقى في الشريحه الاولانيه مكتوب باللون الازرق، انا قدرت في الناحيه الثانيه اغير فيه زي ما انا عايز. يبقى لو غيرت في واحد مش هيتغير في الثاني. يبقى احنا كده شفنا ازاي بنضيف نص الكتابه اللي انا عايزها، وازاي اضيف جدول. طب نشوف هنضيف ايه تاني. نبص على الشريحه الثالثه واضغط ادراج. في عندي ادراج شريحه، اطار جديد، مربع نص احنا شفنا. طب نشوف الصور. بيقول لي نشوف الاول الصور من ملف. فبفتح الصور اللي عندي بالشكل ده واختار اي صوره ارغب في اضافتها. اهو انا اخترت الصوره دي ودوست موافق، ادي الصوره اتحطت بالشكل ده. طيب الصوره حجمها كبير وعايز اتحكم في الصوره. اول ما بتتحط لو بصينا حضراتكم هتلاقوا ان الصوره متحدده من الاجناب كلها، فاقدر اخد الحرف ده زي ما انا ضغطت كده واصغر الصوره واقدر اشدها واتحكم فيه. عايز احطها في كورنر في المنتصف زي ما انا عايز. طيب والزرار الاخضر الموجود زي ما احنا عارفين طبعا في الاكسل، انا في حاجات مش هقولها برغم ان هي موجوده في البرنامج. ليه؟ لانها استخدام اكسل او وورد، يعني تكرار، فاقدر الفها بالشكل ده. انا عايز احطها في زاويه مثلا في كورنر بطريقه او باخرى، يبقى شكل جمالي مثلا او اهو، يبقى اقدر ضفت، يبقى انا ضفت الصوره. طب لو ضغطت على الصوره مرتين يحصل ايه؟ زي ما حصل دلوقتي كانسل تاني. يبقى انا كده عرفت ازاي اضيف صوره. نعيد من الاول تاني اهو، انا همسحها. يبقى بقف على الشريحه اللي انا عايزها وباجي اضغط على الادراج، كلمه ادراج او انسرت، وبقف عند صوره وبختار من ملف، لان عندي ثلاث اختيارات. انا لسه اخترت اول اختيار بس، اخترت من ملف. فبيفتح لي اختار المكان اللي انا عايز اخد منه الصوره، ايا كان المكان ده، بختار اي صوره انا عايزها. هختار مثلا صوره ثانيه اهو بالشكل ده، ادي صوره اهي. طيب الصوره اول ما بتتحط في السلايد او في الشريحه بقدر اتحكم فيها عن طريق الاركان بالشكل ده، اكبر او اصغر. طيب في ملحوظه هنا، هي طبعا المفروض ما قلتهاش لانها مش خاصه بالبرنامج، دي خاصه بالباوربوينت او بالتعامل مع الوورد. دي نصيحه صغيره واكيد حضراتكم عارفينها، ان الصوره لما اجي اتعامل مع صوره بالشكل ده لا يفضل ان اتعامل من الزرار اللي في النص ده، العلامه اللي في النص دي والعلامه اللي في النص دي. ليه؟ طب نجرب. لو انا عملت كده بس الصوره ساعات بتبقى مشوهه. يعني لو انا اقدر اتحكم اوكي، لان هو عطاها لي بالصوره الاصليه بتاعتها في تناسب وتناسق ما بين الطول والعرض. فلو انا جيت غيرت في الكلام ده اهو زي ما انتم حضراتكم شايفين الصوره غير طبيعيه. طبعا اقدر ارجع عنده بالشكل ده اهو. يبقى يفضل التعامل في التصغير والتكبير مع الصور من الاركان. ليه؟ لانه بيغير الطول والعرض بنفس النسق. يبقى حتى لو صغرت خالص الصوره عمرها ما تطلع مشوهه. بص الصوره عامله ازاي؟ واضحه. فاقدر اكبر تاني اهو بالشكل ده، اقدر الف الصوره، اقدر الف الصوره في اي جنب انا عايزه. طب عايز اصغرها، اصغر بالشكل ده واحطها في كورنر اهو هنا مثلا. طيب يعني الصوره دي ما اقدرش اعمل فيها ايه؟ ان اغير الحجم بتاعها طول وعرض والفها بالشكل ده. طيب لو ضغطت دبل كليك على الصوره ايه اللي هيحصل؟ لما كنت بضغط على المربع الحواري هنا جدول ضغط دبل كليك بيفتح لي انسق فيه. طيب والكلام نفس الكلام، اضغط دبل كليك انسق فيه. طب الصوره يحصل ايه؟ لو ضغطت دبل كليك على الصوره طلع شكل تاني او ويندوز او نافذه اخرى وفيها اختيارات تانيه. ليه؟ ان ده مش مربع حواري، مش مربع نص، ده خاص بالصور، وعشان كده مكتوب عليه اسمه ايه؟ فورمات او تنسيق، ويبقى ده خاص بالصور. طيب بيقول لي الالوان والخطوط. طبعا انا هنعدي على الحاجات دي مش بالبطيء قوي، لان هي زي تعامل الصور في الوورد والباوربوينت، فاللي يعني لازم يبقى الواحد عنده خبره في الاول، لكن احنا هنقعد واحده واحده مع بعض كده عشان نستفاد من البرنامج. هنا
بيقول لي الملء، ملء الصورة دي عايزها بلون ولا من غير لون؟ لو انا هنا بدون ملء مفيش الوان، في لون، يبقى هختار اللون اللي انا عايزه واتعامل معاه. هنجرب حاجة حاجة اهو، انا عايزه هختار ان احط اي لون، اي لون، لون مخالف بقى شوية اهو، لون بالشكل ده، ودوست اوكي ونشوف ايه اللي هيحصل. اقول له ابلاي واقول له اوكي، ما بانش حاجة. ليه؟ لان في الخلفية، في خلفية الصورة، فانا بالتالي انا مش محتاجة ان املى الصورة باي لون. طب الخطوط بتاعة الرسم، لان هو بيتعامل معايا كأنه رسم، حجم بيديني الطول والعرض، لو انا عايز اغيره، عايز الزاويه الفها شويه، عايز المقياس بتاعي ازوده، يعني طبعا هنا نسبه العرض مع الارتفاع ثابته، يعني لو غيرت هنا، نجرب مع بعض، نجرب لو غيرت العرض ده خليته 70 وقلت له ابلاي، اه بص راح ايه، اتغير الارقام، اتغيرت مع بعض، لان انا معلم هنا، يبقى لو انا عايز اغير او اكبر لازم اخلي دي متعلم عليها. ليه؟ عشان ازود العرض فيزود لي الطول بنفس النسبه. بصوا حضرتك الحجم الاصلي اهو. طب انا عايز اغير، هخليه هنا 30، اه اهو هغير هنا، اتاسف، هخليه 30 واقول له ابلاي او تطبيق. اهو بصوا الرقم اتغير فوق، ولو قلت له اوكي الصوره اهي. طبعا الاسهل لي ان اخد الصوره، طيب الصوره دي لو كبرتها هيحصل فيها ايه؟ اهو بالشكل ده، يبقى اقدر الاسهل لي ان اكبر او اصغر بالحجم هنا. طيب مرة تانية دبل كليك على الصورة، الموقع بتاعها عايزها فين؟ يمكن سحبها بالفأرة، اه ممكن اشدها بالفأرة، ما انا بشدها اهو. العرض بتاعها، طريقة العرض، عايز لو هو عايزها بثواني معينة او تظهر وتختفي، يعني تظهر في الثانية الفلانية وتختفي بعد شوية، ما تفضلش موجودة كنوع من التأثيرات. طب التأثير، اه زي باوربوينت اهو، عايز مثلا شكلها ايه اهو، بالشكل ده، نختار اي تأثير واقول له ابلاي واقول له اوكي. طب فين التأثير؟ ليه ما ظهرش التأثير هنا؟ ها احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت، حد فاكر؟ لان ده طول ما انا شغال ببرنامج مفتوح بالشكل ده، يبقى البرنامج شغال في وضع التنسيق، اي حاجة بعملها ما تبانش دلوقتي، عشان طبعا عايز اشوفها، اروح اقول له اعرض لي، اقف على الشريحة ورايت كليك واقول له عرض الشريحة، اعرضها لي اهي. شفتوا بنت ازاي؟ دي الشريحة السابقة اهي، ده التأثير اللي احنا شفناه. تاني هقفل دي تاني، الجزء الكلام ده مرة تانية. يبقى اي شريحة اعمل فيها تغيير عايز اشوفها، لازم اشوف لو في عندي 20 شريحة، لازم افتح ال 20 شريحة عشان اشوفه. الحقيقة لا، بقف على الشريحة اللي انا عايزها في العمود اللي في النص ده، ورايت كليك بالزر الايمن فبتطلع لي قائمة، بختار عرض الشريحة. طب هنا فوق عرض النموذج، عرض النموذج يديني العرض كله. نجرب، نجرب، لو عملت عرض نموذج هيفتح لي كأن القرص واقول له ستارت، فيديني شريحة شريحة لغاية لما اوصل للشريحة اللي انا عايزها. انا مش عايز دي، انا قفلت، اروح على الشريحة اللي انا عايزها على طول، عملت فيها تأثير عايز اشوفه عشان اقدر اعدل. يبقى رايت كليك مرة تانية، بتطلع لي قائمة، ادوس او اضغط على عرض الشريحة فبتطلع لي الشريحه الواحده اهو، ادي التاثير بالشكل ده. طب اغير التاثير، التاثير جبته منين؟ ها بقف على الصوره ودبل كليك والاقي عرض، الاقي هنا دخول، لان في كمان خروج وانا خارج، الدخول بتاعي كان بالشكل ده. طب اعمل تاثير تاني، اغير التاثير ده بتاع الدخول واخليه اهو، اخترت اي شكل يعني، والثواني ممكن ازود الثواني عشان تبان عندي شويه، هخليها ثانيتين. طب والخروج، ممكن يبقى فيه خروج، هخليه اي حاجه تانية اهو بالشكل ده، وثانيه واحده اقول له ابلاي واقول له اوكي. ابلاي يعني تطبيق. عايز اشوف التاثير، ها ايوه، يبقى عند الشريحه اللي انا معدل عليها، رايت كليك واقول له عرض الشريحه اهو بالشكل ده. لو انا اغير الشريحه ارجع تاني للشريحه، اه بالطريقه دي، يبقى انا كده شفت التاثيرات اللي انا ضفتها. عايز الغي التاثير، دبل كليك واقول له بدون، عايز اغير التاثير مره تانية، اعمله اي حاجه خالص اهو، اقول له ابلاي، اقول له اوكي، واقول له رايت كليك واقول له عرض الشريحه، هيبقى ده التاثير بتاعي. يبقى تاثيرات شبيهه شويه، عشان كده في قوائم انا مش هقعد اشرح فيها لانها تقريبا هي بتاعت الباوربوينت. خلاص، يبقى احنا كده مرة تانية نقول اللي احنا قلناه. يبقى احنا ضفنا
يبقى احنا ضفنا هنا نص بالشكل ده، واقدر انسقه او احطه في المكان اللي انا عايزه، والجدول اقدر انزله تحت شويه اهو بالشكل ده، اقدر اغير اهو بالمنظر ده، اقدر اتحكم فيه اهو، اجيبه يمين اجيبه يسار اجيبه في كورنر زي ما انا عايز. طيب في هنا حاجه ملاحظينها، ان في كلمه انتر تكست، لان ممكن هنا لو ضغطت دبل كليك هنا هتعطيني، لو انا عايز اضيف جدول عنوان للجدول اهو، هنكتب مثلا اهو، انا شلت الكتابه خالص، طب انا عايز اضيف كلام، اشد هو تحت واضيف هنا كلام اهو، جدول رقم مثلا واحد اهو، والكتابه دي انا عايزها في النص بالشكل ده، عايزها بولد، عايز الكتابه تبقى كبيره شويه، عايزها ايا كان اللون، واقول له موافق في اهي. طب مش واضحه اللون، ارجع اعلم عليها واختار لون النص اللي انا عايزه زي ما انا ايه عايز، بقى اختار اللون اللي انا حبه يعني او مناسب لي بالشكل ده. يبقى احنا ضفنا نص ونسقناه، وضفنا جدول، وضفنا صوره، اهي الشريحه الثالثه. طيب نضغط دبل كليك تاني نيجي للصوت. يبقى احنا شفنا الالوان وخطوط الرسم، ده اذا كان رسم او صندوق فاضي، والحجم بتاعها وازاي بنعدل عليه، والموقع بتاعها يعني هي مكان فين في الشريحه، طريقه العرض والدخول والخروج اللي هي المؤثرات، والصوت لو في عندي ملف صوت اهو بحيث بالشكل ده. انا هنا ما عنديش ملف صوت في هنا، في ملفات صوت نطلع بره هنا ونشوف، ما فيش ملفات صوت حاليا متاحة، هنسيبها دلوقتي، لكن احط هنا ملف الصوت لو انا عايز فيه خلفية صوت ايا كان، يعني حتى ممكن يبقى ملف صوتي لو انا مسجل حاجة، يعني الصورة بتطلع انا بعلق فيه تعليق معين انا عايزه اهو، يبقى ادي الصورة بالشكل ده. عايز اعدلها بقف عند الكرة الخضراء دي كده واعدلها واحطها في المكان اللي انا اردت فيه، عايز اكبرها شوية اصغرها، املى بيها الشاشة زي ما انا عايز. طبعا واضح ان هنا حصل فيه مشكلة، يبقى لازم اعدل ايه اهو بالمنظر ده عشان يبقى الطول والعرض متناسبين. طيب يبقى ضفنا كتابة، ضفنا جدول، نضيف حتى الصورة بالشكل ده. في اضافات تانية، في حاجة تانية ممكن نضيفها، نشوف. انا عندي هنا جدولين، فممكن اكتفي بجدول واحد، الجدول ده همسحه بالشكل ده. طيب واقول ادراج، في ادراج ايه تاني؟ في صورة، احنا اخترنا كل ده من ملف، صورة من ملف. طب اعطيني اختيارين تاني، صورة جاهزة واشكال تلقائية، ايه بقى الحدوتة دي؟ طب نختار اشكال تلقائية. دي حاجة جميلة جدا وموجودة برضو في الباوربوينت، اللي هي لو انا عايز مثلا بضيف هنا اهو بالشكل ده، هضيف كلام، طيب وفي جدول هنا هعلم على حاجة معينة اهو. طيب نجرب على النص اللي قدامنا ده، اقفل هنا اهو، النص ده هنزله في النص هنا، ودي انا عايز احط عايز احطها بالشكل ده، اقدر اتحكم فيها اقدر اتحكم فيها اهو من الزرار ده، اقدر اصغرها بالشكل ده، التعامل معاها عادي زي في الوورد وزي الجداول اللي احنا استخدمناها، يعني ده استخدامات عاديه خالص اهو. فين الزرار اللي هنا الابيض ده؟ اقدر ايه اكبر او اصغر بالشكل ده، يبقى انا حطيت النص بتاعي بين قوسين. تاني طبعا الحته دي هقف عند دي واقول له ديليت، وهقف هنا وديليت او اضغط ديليت. طيب انا عملت ايه؟ هرجع ده في النص تاني فوق، الشريحه اللي انا عايزها التانيه اهي، اقول ادراج واروح لصوره واقول له اشكال تلقائيه. طب هي دي بس هنا بيقول لي ايه؟ كم اختيار عندي؟ بيزك شيبس، الاشكال الرئيسيه اللي هي العلامات اللي بالشكل ده كده، اللي هي الاقواس، في اشكال ثانيه زي ما انا عايز اهي، كل دي اشكال، شكل ورقه او ملف او هنجرب بالمنظر ده كده. طبعا واضح ان هي متنيه بالشكل ده، اقدر اديها لون. طيب هناخد واحده واحده كده عشان نستفاد ويبقى على مهلنا. انا حطيت شكل من الاشكال التلقائيه بالمنظر ده، هل ممكن اتعامل معاه؟ طالما متعلم عندي كده، لو ضغطت دبل كليك بيفتح لي، يبقى ده كانه نص حواري بس ملون. طب ما نجرب اهو، ما
أشكال التلقائية أهو بالشكل ده. أقدر أنا عايزه في النص، عايزه بولد، هكبر شوية واختار أي لون من الألوان اللي أنا عايزه أهو بالشكل ده وأقول موافق. فين الكتابة؟ أهي أهي، اللون بتاعها مش واضح، نغير اللون نخليه لون غامق أهو عشان تبان أهو، أدي الكتابة أهي. طيب لو أنا صغرت كده يحصل إيه؟ صفحة بالشكل ده أهي. طب أنا عايز يجي في النص، الكتابة تيجي في النص، هضطر أضغط كده وأقف هوم. أنا ده عملت إيه دلوقتي؟ تاني دبل كليك فتح لي مربع الحوالي، وقفت وقفلي في الآخر، فأدوس هوم، زرار هوم على الكيبورد فبيجي لي على اليمين، وأدوس إنتر مرتين بالشكل ده أو حسب المسافة اللي أنا عايزها وأقول له موافق. اختفت من هنا ليه؟ لأنها نزلت تحت شوية، فأبتدي أشد ده هنا تاني تاني، همسحها كلها من الأول، دي اتمسحت أهي. أنا الشكل ده عجبني حطيته هنا بالشكل ده، ده كأنه مربع حوالي فأقدر أشده وأتصرف فيه زي ما أنا عايز. لو أقدر أعدل فيه؟ لو عملت دبل كليك بالشكل ده أهو. طيب لو أنا غيرت اللون بس، اللون ده هيتغير حاجة؟ ودوست موافق، ما اتغيرش حاجة. ليه؟ لأن لما ضغطت دبل كليك التنسيق ده كله خاص بمين؟ خاص بالكلام اللي هيتكتب جوه المربع الحوالي. طيب نكتب، أدوس الأول في النص، أنا هكتب في النص واضغط انتر مره او كده، واكتب هقول من الاشكال التلقائيه. طيب الكتابه زي ما قلنا عرفنا ازاي بننسقها اهو بالشكل ده، واختار اي لون انا عايز يظهر عندي اللون ده مثلا، موافق اهو. طيب الكتابة دي أقدر أتعامل معاها دلوقتي؟ لا، لازم كل مرة أنا عايز أغير فيها يبقى دبل كليك على الشكل نفسه وأروح أغير اللي أنا عايزه أهو، عايزها بلون تاني بالشكل ده وأضغط موافق أهو. طيب الشكل أقدر أتحكم فيه. طب اللون الأصفر المربع ده بتاع إيه؟ ولو إن الموضوع ده بره البرنامج برضه لأنه خاص بزي الباوربوينت وخلافه، أقدر تانية الورقة أقدر أتحكم فيها فتبان كأن متنية أكتر شوية أهو بالشكل ده، ومن هنا أقدر أتحكم في حجم الورقة، أقدر ألفها أقدر ألفها بالشكل ده كأنها صورة بتعامل معاها بأي شكل. خلاص؟ طيب آدي الشكل أهو. طيب الأشكال التانية بالمسطره اقدر احرك، عندي مثلث، دايره، اسطوانه الى اخره، كل ده تحت الاشكال الايه؟ الاساسيه. طيب في اشكال ثانيه؟ نروح للشريحه الاخيره كده نشوف. دي اسهم اهو، انا ضغطت فحطيت السهم ده. طيب في سهم ثاني عايزه اهو، مش عايز الشكل ده اشيله، مجرد ان اعلم عليه وديليت بيتمسح. طبعا الاشكال دي بنستخدمها في الشرح، يعني لو حد عايز بيبقى في محاضره او في حاجه اهو. طب الشكل ده بنعمل بيه ايه؟ الحقيقه ليه استخدامات كتير جدا انه مش سهم عادي. طيب بنعمل حاجه اسمها لو انا خدت نسخ وعملت لصق بالشكل ده بنعمل حاجه اسمها تايم لاين، ده هيجي وقتها بعدين. المهم دي الاشكال الموجوده عندي، والاسهم اهو انا عمال احط اشكال مختلفه عشان تشوفوا حضراتكم الامكانيات اللي موجوده في البرنامج بالشكل ده. اهو اقدر اتعامل مع السهم اهو، طبعا كانه مجسم لافف، الاسهم الصفراء او النقط الصفراء ناخد بالنا واحنا بنتعامل معاها. ليه؟ هنشوف مع بعض لو وقفت كده ايه اللي حصل. الزاويه بتاعته اختلفت، طب ازوده بالشكل ده اهو. طب النقطه الصفراء التانية بتعمل ايه؟ خلت الرفيع بالشكل ده، خليته ايه، اسمك شويه اهو. يبقى اذا التغيير بتاعي، طبعا طالما عندنا في اندو في الاهو تراجع او تعديل، دي حاجه جميله جدا عشان لو حاجه انا غلطت فيها اقدر اعيد زي ما انا عايز بالشكل ده واقدر اتحكم فيه. طيب لو ضغطنا دبل كليك ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام، هيديني مربع حوالي عشان اكتب على السهم، انا مش عايز اكتب على السهم. نيجي بقى النقطه ما حدش سال فيها او انا سالت فيها، الشكل ده ليه لون؟
انا حطيت فيه كلام وغيرت، طب الشكل ده لونه مش عاجبني، اهو انا رجعت للشكل القديم، الشكل ده الخلفيه مش عايزها. لما بعمل دبل كليك بيديني تنسيق اللي جواه، طب انا عايز تنسيقه هو، يبقى اقف عنده ورايت كليك واقول تنسيق الشكل التلقائي، اهو اضغط عليه، ده اللي هيطلع لي. فلو انا عايز اضيف صوت معاه، اوكي، عايز اضيف خطوط والوان، اجي اللون اهو، اختار لون تاني، هختار لون، نختار لون ايه، لون ايه، لون ايه، لون ايه، نختار لون البرتقاني مثلا اهو، وهضغط ابلاي واقول له اوكي، ادي اللون اتغير. طبعا في الحاله دي محتاج اغير الكتابه بتاعتي عشان تتناسب مع اللون اللي انا اخترته الجديد اهو بالشكل ده. مره تانية نجرب على الاسهم اللي هنا، السهم ده لونه انا عايز اغيره، يبقى بقف عنده مش دبل كليك، رايت كليك، واروح لتنسيق شكل تلقائي، هتطلع لي كلمه فورمات او تنسيق، بختار من هنا اللون، بس طبعا ما يكونش في علامه هنا، لو قلت دوست العلامه دي اختيارات اللون تروح. طب لو انا عملته بدون ميك ودوست ابلاي اوكي بقى ابيض تاني، يبقى رايت كليك، اقف على السهم، اضغط عليه على السهم او الشكل اللي انا عايزه تلقائي، رايت كليك وتنسيق شكل تلقائي، واروح اخليه بدون ملء فهيبقى شفاف. طب انا عايزه لون معين، بختار اللون اللي انا عايزه ايا كان اللون اهو بالشكل ده، وادوس اوكي، اضغط اوكي، هنا الشفافيه، عايز لونه غامق قوي ولا عايزه يبقى لون فاتح شويه، يبقى فيه درجه اهو، ضغطت اوكي بالشكل ده، مش دي الدرجه اللي انا عايزها. طب عايز اغيرها تاني، يبقى رايت كليك تنسيق شكل تلقائي، طب لو دوست الشفافيه صفر يبقى اللون زي ما انا مختاره بالظبط اهو، عايز درجه اللون تخف شويه شكل تلقائي، وادوس الشفافيه بتاعته اخليها فاتحه او غامقه زي ما انا عايز بالطريقه دي كده، كانها خفيف قوي. تاني اقدر اعرف، طب لو عايز ارجع تاني اندو بالشكل ده، يبقى ده تغيير اللون اللي موجود. طب نرجع هنا، الشكل ده غيرت لونه، لو رايت كليك بيطلع لي ايه تاني هنا؟ بيطلع لي طبعا القص واللزق والكلام ده كله والحذف والترتيب، لو انا في اكتر من شكل وعايز واحد ثاني يبقى قدام الثاني او خلفه، هنشوفها دلوقتي حاليا، لكن في مكتوب تحرير نص، لو ضغطت عليه يبقى لو ضغطت عليه بيطلع لي اقدر احرر النص اللي موجود هنا عندي، كاني بعمل دبل كليك بالظبط. طيب نروح هنا للاشكال اللي هنا، لو خدت الشكل ده وحطيته كده، مين فيهم اللي قدام ومين اللي ورا؟ يبقى اللي امامي عندي مين؟ الشكل ده، مظبوط؟ طيب ونيجي اهو، هحط كمان واحد بالشكل ده، اهو، يبقى اذا الشكل اللون ده فوقهم هما الاثنين. طب لو خدت ده وحطيته هنا، اتحط ورا، طيب اهو. طب انا عايز اجيب اللي قدام ده هنا، لو شلته بره كده وجيت حطيته هنا برضه في الخلف، ليه؟ حد يعرف ليه؟ حد مش انا شديت ده؟ اشمعنى مش معنى ده هو اللي فوقهم كلهم ما عدا هنا اهو؟ اهو ليه؟ اهو اقدر اغيره؟ اقدر اغيره اهو، هروح هنا ونيجي للسهم ده هنا. طيب لما رايت كليك واروح لشكل تنسيق شكل تلقائي، فبيديني اسف ترتيب شكل تلقائي، انا عايزه بقى زي في الباور بوينت بالظبط، وعشان كده في حاجات انا مش هخش في تفاصيل فيها لان اكني بشرح باور بوينت، فلو في باور بوينت بقى ممكن يعمل له ورشه عمل لوحده يعني، لكن احنا هنا باور بوينت المفروض كلنا بنعرف نعمل باور بوينت، فهنا احضار الى المقدمه، ارسال الى الخلف اهو، فبقى هو اللي في الخلف، يبقى هنا اهو بالشكل ده. تاني عايز ارجع ده هو اللي في الخلف، رايت كليك ترتيب واقول له ايه؟ ارسال الى الخلف. طب عايز ارجعه تاني ممكن اقف عنده واقول له العكس بقى، احضر الى المقدمه سي، يعني الشكل اللي انا عايز ارجعه اقول له ارسال الى الخلف، او لو في واحد في الخلف عايزه قدام ممكن اقول له احضر الى المقدمه، الى اخر هذه الامور اهو بالشكل ده. طيب نختار هنا اللون مره تانيه اهو، تنسيق شكل تلقائي، هروح للون واختار اي لون انا عايزه ايا كان الالوان بالمنظر ده. يبقى طب هل كلها عباره عن اسهم؟ لا، نمسح الاسهم دي بالشكل ده
في اشكال تانية اللي هي بيسموها الكول اوتس. هنمسح الاسهم دي بالشكل ده. ايه الكول اوتس دي؟ اللي هي زي ما بنشوف في الكاريكاتير او في الرسم. فلنفرض ان انا كان حد بيفكر، طالب بيفكر، انا حاطط صوره شخص. طب نجرب مع بعض، خلي دي كده على جنب، وهقول ادراج، وهقول صوره من ملف، وهنحط شخصيه، نحط شخصيه اهو انا هنا بالشكل ده. يعني فرض ان دي شخصيه اهو، هاجي هنا. طب شفتوا ايه اللي حصل؟ انا عايزها قدام، يبقى رايت كليك واقول له ترتيب، واقول له ترتيب احضر الى المقدمه اهو. الشكل ده عاده بيستخدم كان الشخص بيفكر في حاجه، يعني ما بيقولهاش بصوت عالي، بيفكر. ده لويس باستير اللي هو مخترع طرق التعقيم بتاعه البكتيريا، وكان عالم جليل، عالم فرنسي، والتاريخ بتاعه قد اهو. يبقى كانه بيفكر في حاجه. يبقى الشكل ده دايما لما بحطه لشخص كانه بيفكر. فممكن لو انا حاطط طالب، يا ترى الاستاذ هيقول ايه مثلا، او لو انا سائل سؤال، فممكن انا حاطط صوره كان مدرس معلم وحاطط السؤال ده، يا ترى الطلبه هيعرفوا يجاوبوا ولا لا، كحاجه بالشكل ده. طب لو انا مش عايز الشكل ده اهو، وعايز شكل اخر، الكول اوت بقى كان ده حديث، حوار بيدور بين اتنين. يعني ممكن لو انا حاطط صوره طالب مثلا اهو، فهنا ده بيسال التلميذ، والتلميذ ممكن احط صوت الناحيه الثانيه وبيرد عليه بشكل اخر اهو. يبقى دي عباره عن بيسموها الكول اوتس او البوب ابس، اللي هي الـ الاشكال اللي بيتحط فيها الكتابه كان في حوار ما بين اتنين، زي ما بنشوف في الكاريكاتير او في المجلات بتاعه الاطفال. يبقى احنا شفنا البيزك شيبس اللي هي الاسهم المتاسف الاقواس الى اخره والمنحنيات. شفنا الارز او الاسهم بانواعها، شفنا كول اوتس. بنيجي بقى لايه؟ للفلوت شارت. طيب نحط شريحه ثانيه هنا، بنقف يمين، شريحه جديده عشان تبقى الشريحه فاضيه. الفلوت شارت بقى لو انا عايز اعمل تنسيق خاص مثلا ب منظمه او حاجه، يعني في العميد تحتيه الوكله، والوكله تحتيه رؤساء الاقسام، وهكذا، اللي هو الفلوت شارت. الحقيقه هنا طبعا ده هيبقى مرهق جدا في الباوربوينت، بينزل على طول، او في الوورد لو انا عايز احطه. فطبعا هنا بيبقى في ارهاق شديد، لان كنت بصممه من الصفر اهو. باجي بالشكل ده، لو هنا عميد الكليه بالمنظر ده، عايز احط او نحط شكل ثاني اهو بالشكل ده. هنا عميد الكليه، فانا مثلا عايز ناس ثانيين الوكله تحت منه اهو، ممكن اديهم شكل ثاني، يبقى الوكله بشكل اخر مثلا اهو، مثلا ثلاث وكلاء اهو بالشكل ده. يبقى انا عايز اعمل فلوت شارت اهو بالمنظر ده، اقدر اغير الالوان بتاعتهم بنفس الكلام اللي احنا قلنا عليه ايا كان بقى، عشان ما نعيدش الكلام مره ثانيه. يبقى بالمنظر ده اهو اقدر اغير الالوان زي ما احنا قلنا، الالوان اللي انا عايزها اهو بالشكل ده. طيب ونغير كمان اللون الثالث بالمره عشان يبقوا مختلفين عن اللون اللي انا حاطه في الاول. طيب اجي بعد كده هضطر ارجع للسهم الاسهم مره ثانيه، واختار اسهم من هنا واحطها، طبعا كانه تنسيق من الصفر يعني. فممكن استخدمها بالشكل ده عشان الفلوت شارت، او استخدم الاشكال اللي انا عايزها اهي ايا كان بقى. ادي الاشكال المختلفه اهي، ادي اشكال مختلفه بالمنظر ده. ونتعرف عليها بقى، اللاينز او الخطوط بالشكل ده. لو في اسهم عندي اهي، سهم ما بين اتنين، واقدر اتعامل معاه اهو بالشكل ده. واحنا قلنا قبل كده اي شكل من الاشكال التلقائيه رايت كليك عليه بيديني تنسيق، تنسيق يعني بيديني اللون. هنا اختار عايز اللون، عايزه اي لون بقى اهو بالشكل ده. عايز ان هو السمكه بتاعته عايزه يبقى خمسه مثلا، اقول له ابلاي، اقول له اوكي اهو بالشكل ده. يبقى اقدر اغير زي ما انا عايز اي شكل تلقائي بنفس الطريقه. طيب هنا اعطيني الستارز والبانرز. عايز اعمل بانر، اضيف شريحه جديده بالشكل ده، بانرات اهو، عنوان، هحط تايتل المقرر بتاعي، عايز احط العنوان بتاعي جوه تايتل اهو بالشكل ده. طب نروح لاول شريحه، ناخد النص اللي هنا اهو، بقول له نسخ واقفل، واروح للشريحه الاخيره بضيف نص اهو لصق، حطيته بالشكل ده. بس اغير بقى اللون بما ان اللون الخلفيه عشان يبقى متماشي معاها اهو. واقدر اغير احطه بالشكل ده
الحدود كأنهم مستطيلين جوه بعض. اروح هوم بالشكل ده موافق. طيب محتاج نكبر شويه، محتاج نكبر شويه اهو، وانزل بيها اهو بالشكل ده، وانصل بقى واكبر زي ما انا عايز بحيث ياخد الكتابه معايا بالشكل اللي انا عايزه. في شكل بانرات تاني لو انا حذفت ده اهو، اللي هو شكل الورقه المعروف. لو انا عايز اعمل اعلان اقدر الفها بالعرض، هو في واحده بالعرض اساسا اهي لو انا عايزها بالشكل ده، واقدر اغير اللون. في شكل المنظر ده اللي بتحط زي شريط او ما شابه، واشكال تانية بقى متعدده كتير، سواء نجوم او اشكال بهذا الشكل، ممكن تحط فيها ارقام او ستارز او نجمه الى اخر هذه. يبقى دي الاشكال، يبقى الاشكال مره تانية. يبقى احنا النهارده ايه اللي خدناه النهارده؟ ضفنا كلام، كلام اللي هو المحتوى، المحاضرة اللي أنا عايز أحطها، كلام بتاع المحاضرة، الشرح، عايز أحط جدول، أهو الجدول موجود، أشرح فيه حاجة، ممكن أحط رسم، ممكن أحط اللي أنا عايزه. هنا ضفنا أشكال تلقائية، ودي اللي خدنا فيها وقت شوية، وخدنا صور، وخدنا الكول أوتس بأنواعها بالشكل ده. طيب، أضيف شريحة جديدة، ليه؟ إحنا كل ده في إدراج صورة. احنا خدنا من ملف واشكال تلقائيه، فاضل حاجه اهي صور جاهزه. لو ضغطت عليها ايه اللي حصل؟ الشكل اليمين اللي عندي هنا فاضي؟ لا، هو حقيقه مش فاضي، في صور جاهزه. لو ضغطت فوق كده فبيديني اختيارات بالمنظر ده، مكتبه المصادر، الصور الجاهزه، الاشكال التلقائيه، السيناريو، القوالب. فنشوف مكتبه المصادر الجاهزه. هنا بقى شغل جميل 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 جميل، لكن الحقيقة هنتوقف عند هذا القدر في هذا الفيديو، ونستكمل في الفيديو الآخر إن شاء الله.